الوسط العربي خاصة ذكر الوزير أنه هنالك عدة أمور وظيفتها أنه تساعد السلطات المحلية وتطلعها من الوضع والضائقة الاقتصادية الموجودة فيها. في إدارة التنمية الجليل والنقب هنالك فعاليات للمجتمع العربي خاصة في تمكن النساء وكمان الشبيبة وإقامة مراكز الشبيبة اللي ممكن أن تساعد جدا في المراحل التعليمية ما بعد السنة الدراسية وما بعد اليوم الدراسي. للسلطات المحلية رح يكون تجديد أهم جدا في الميزانيات اللي الوزير بده يعطيها الوسط العربي. فمثلا الوزير أعطى ميزانية اللي بسموها ريزيرفاتار أعطاها بشكل ملاك 100 خروز مع انه في الوسط اليهودي اعطى 80 خروز. هنالك كمان توسيع افضليه للوسط العربي. هنالك كمان توسيع المناطق في حوزه السلطه المحليه. كذلك الامر راح يعمل على تنميه الموظفين وتمكنهم من ناحية مهنية وتقنية في داخل المجالس، وفي هذا الموضوع كمان راح يعطي المساعدات والميزانيات اللازمة. كذلك الأمر بمستشارة لكل المواطنين راح يكون قرار في ما يسمى ضريبة الأرمونة اللي هي على مستوى دولي، فكل بلاد وكل الأشخاص بنعملهم طبعا بشكل متسلسل وملائم. الموجب هذا القرار انه كل شخص في هاي الدوله يعطي بشكل على هوا الطبقات اللي تقرر بشكل عام في كل الدول. هذا الشيء لازم يعطي المواطن والسلطه طبعا الامكانيه انه اللي معاه يدفع، وين احنا مش لازم ناخذ من شخص المادة الاقتصادية أو الحالة الاقتصادية تبعته مش كافية رايحين نصادف فيها. سيدي يعني التقيت بك بعيدة استلامك مهام مستشار وزير الداخلية وقلت لي بأنك تعول على هذا الوزير أنه في زمن فترته سيشهد الوسط العربي والوسط العربي الدرزي انفتاح بكل ما يتعلق بمهام وزارة الداخلية. الحقيقة السؤال وجيه. احنا في 10 أشهر الأخيرة اللي وزير الداخلية موجود في وزارة الداخلية أخذ قرارات هامة وجريئة للوسط العربي. فمثلا إعطاء بعض من في لحد اليوم أعطى قرية معينة واحدة اللي هي عرابي موقف تبع مدينة. كذلك في عندنا بعد قرى اللي هون على الطريق. الوزير أقر أنه يعدي مكاتب لوزارة الداخلية في أماكن اللي ما كانش فيها في الوسط العربي. راح يكون على القرب في السخنين، في أم الفحم، في الطيبة، وفي المستقبل كمان راح يكون في الباقة وفي منطقة الشغور. بالإضافة إلى هذا أعطيت للمدارس العربية عن طريق السلطات المحلية إمكانية أن الطالب يستخدم عن طريق الإنترنت الدراسة عن طريق الإنترنت في مواضيع الإنجليزية أو الرياضيات الخاصة بشكل اللي هو بدون أي دفع قسط منه، إنما على حساب المكتب وزارة التنمية الجليل والنقب. كذلك الأمر تم توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية في سخنين، في كفر برا، في طمرة، في جثة المخلات، وكذلك في بعد بعدوت اللي هي عم بتعالج هاي الامور. الوزير ايضا قال عم بنفذ، ولكن بدنا نعطيه كمان فرصه اطول انه ينفذ كل الامور اللي قالها وحابب يعملها، كل البرامج اللي حطها وفي برامج عده. هو قال انه الوسط العربي كيف كان لحد اليوم مش رايح يستمر في عهده في المستقبل، وانما التطور رايح يزداد اكثر واكثر.